بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بداية كل عام وأنتن بخير. نلتقي هذا الفصل مع مساق النقد الأدبي القديم وتاريخه. سنحاول في هذا اللقاء الأول أن نتعرف على المساق وحدوده المكانية والزمانية. المساق كما هو واضح بداية التسمية وأسبابها، النقد الأدبي القديم، سنرى لما سمي بهذا الاسم، ثم المفردات، ثم الخطة التي سنسير عليها طيلة محاضرات هذا الفصل. كما هو واضح اسم المساق النقد الأدبي القديم وتاريخه. لو نظرنا في كلمة نقد سنجد أن الكلمة معرفة بأنها أدبي، هذا يعني أن هنالك نقد غير أدبي. نعم، هنالك نقد يتصل بالنقود والصيرفة، لذلك اخترنا من الاثنين، وإن كنا سنلاحظ أنهما يسيران في نهر واحد، لكن اخترنا كلمة أدبي. الأمر الذي يحتم علينا التعرف على كلمة أدب، وما هي العلاقة التي تربط بين الأدب والنقد، ثم نتعرف على كلمة قديم، لأن هنالك نقد حديث، ونرى الفاصل بين القديم والحديث، وكلمة تاريخ ستأتي في السياق. لو انتقلنا لكلمة، أولا طبيعة العلاقة بين الأدب والنقد، هذه العلاقة لا تتضح إلا من التعرف على مفهوم كلمة أدب. لو حاولنا التعرف على كلمة أدب سنجد أنها تشتمل على دعائم ثلاثة، هي النتاج الأدبي، ثم النقد الأدبي، والتأريخ الأدبي. كلمة أدب كاسم جنس تتكون من مركبات ثلاثة، الأول النتاج، والنتاج المقصود به النص الأدبي، شعرا كان أم نثرا، ثم النقد، ثم التأريخ. والترتيب هنا لا يعد اعتباطيا بل مقصود، لأن الناقد هو أكسيد التفاعل بين المبدع والمتلقي، وبدون الناقد لن نجد أدب، سيكون أدب الأدراج المغلقة. الناقد هو الذي يصوغ هذا الأدب ويقربه من المتلقين. طبعا لو رحنا لكلمة أدب سنجد أن هذه الكلمة في القديم لها مفهوم قد لا يشتمل على ما نعرفه من نصوص أدبية. فلو ذهبنا إلى عصر ما قبل الإسلام سنجد الشاعر يقول: نحن في المشتات ندعو الجفلة، هل ترى الآداب فينا تنتقر؟ ما معنى هذا القول؟ وما المقصود بالآداب التي هي جمع أدب؟ الشاعر هنا يتحدث عن كرمه، فيقول: نحن وقت القحط ندعو الناس لموائدنا، ثم يتساءل: هل ترى طعامنا ينقص؟ كناية عن شدة الكرم.
إذن هنا الآداب بمعنى موائد الطعام، لا علاقة لها بالنتاج الأدبي. لو تدرجنا قليلا مع صدر الإسلام سنجد المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. المقصود هنا بكلمة أدب الخلق الكريم، الخلق الحسن. لو تدرجنا أكثر سنصل إلى شيوع كلمة أدب، ولكن بمعنى عام، بمعنى واسع. سنلاحظ أن شهاب الدين النويري في العصر المملوكي يطلقها على اسم كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب، قفزة من الخلق الحسن. ثم المعلم في العصر العباسي كان يسمى مؤدبا، ثم أصبحت تعني شتى العلوم والمعارف. هل هذا الذي نريد من كلمة أدب؟ لا، نحن قلنا المقصود بالأدب النتاج، وقلنا إن كلمة أدب بعمومها تشتمل على العمليات الثلاث: النتاج والنقد والتأريخ. أما النتاج الذي نقصده فينقسم إلى قسمين: الشعر والنثر. والشعر أيضا يقسم إلى أقسام: على أساس اللغة فصحى وعامية يقسم الشعر إلى الأدب الرسمي أو القصيدة العمودية قديما، وحديثا قصيدة التفعيلة، وعامي يمكن أن نعدد منه القومة، الكانكان، الدوبيت، الموشح، الموالية، الزجل، إلى غير ذلك من ألوان الشعر العامي. هل هذه الأنواع غريبة عليكن؟ تحتاج إلى تحديد أو تعريف قليلا؟ نعم، لو قلنا القومة هو لون شعري نشأ في العصر العباسي في مدينة سر مراء التي تسمى سامراء، وكان يردده المسحرات في رمضان، مقطوعات شعرية في وصف النبي، مدح النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، تبدأ بالقول: قوما إلى السحور قوما. هذا هو فن القومة. الكانكان قصة شعرية ترويها الجدة للأحفاد، وقد نشأت في عصور الترف الثقافي وهي العصر العباسي، حينما كانت الجدة تهدئ الحفيد فتبدأ أبياتا شعرية، قصة بسيطة تبدأ بكان كان، وفي النثر كان يا ما كان. اللغة هنا نسميها عامية لأنها هبطت من الاستخدام الرسمي إلى الاستخدام اليومي ليفهمها الطفل. الدوبيت لون شعري نشأ مع امتزاج العرب بالمولدين، المولد لا يستطيع أن ينشئ قصيدة على وزن وقافية طويلة، فأتيح له أن ينوع في القافية، وكلمة دو كلمة فارسية تعني الرقم 2، أي كل وحدة في القصيدة تتكون من بيتين لهما القافية الواحد، أما الوزن ففي كل القصيدة، إلى غير ذلك من فنون الأدب الشعبي. طب لو أردنا أن نقسم على أساس الغرض سينقسم الشعر إلى
مدح، رثاء، هجاء، وصف، غزل، الأغراض المعروفة. هذا عن الشعر. على قبالته يوجد نتاج أدبي نثري. أقسام النثر يمكن أن نذكرها حسب النشأة: الأقدم فالأحدث. لعل الحكم، المواعظ، الوصايا هي أول ألوان النثر وجودا، ثم نشأت بعد ذلك الخطب وتبعتها الرسائل، حتى وصلنا إلى عصر ما قبل الإسلام، فأضحى العرب يباهون بأنهم أهل فصاحة وبيان، يباهون الأمم بمقدرتهم على الخطابة من طلوع الشمس حتى مغيبها. وقد رأينا كيف كانت المعجزة القرآنية، لأنها تساوقت مع ما يباهي به العرب. قديما كانت المعجزات من جنس ما يباهي به الأقوام، فإذا كان الناس يباهون بسحرهم كانت معجزة موسى عليه السلام البراعة في السحر. الطب كانت معجزة عيسى عليه السلام أن يشفي الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. العرب يباهون بامتلاك الكلمة وناصية البيان، وبالتالي كان القرآن. القرآن حينما يكسره البعض تحت أصناف القول يجعلونه صنفا مستقلا عما يعرفه الناس، أي إذا قلنا الأجناس الأدبية، فالبعض يرى أن الأجناس الأدبية شعر ونثر وقرآن، وهذا رأي طه حسين أيضا وأتباعه. بالنسبة لنا نرى أن القول شعر ونثر، والقرآن تحت باب النثر، لا يجوز أن نفصله حيث تختل المعجزة، لأن العرب لا تعرف قرآنا قبل الإسلام، تعرف نثرا وتباهي به، فجاء القرآن نثرا. أما كلمة قرآن فهي صفة لهذا النثر وليست تسمية. كيف نميزه عن حديث البشر؟ نعم، هو نثر فني معجز، يعجز البشر عن عمل مثله. وقد رأينا الله عز وجل كيف طلب من البشر إن استطاعوا أن يفعلوا مثله، وبسط لهم الأمر حتى وصلنا إلى آية. قال المعتزلة في العصر العباسي إن البشر يستطيعون أن يفعلوا مثله، ولكن الله قد صرف الهمم، أي قيد الناس عن عمل مثله. هذا كلام باطل، لقد حاول الناس عمل مثل القرآن، وقد رأينا سجاح ومسيلمة وغيرهما من ادعى أنه يقول قرآنا، وقد وصلنا بعض النصوص التافهة التي قالوها، كقول أحدهم إن أعطيناك العقعق فصلي لربك وانعق إن شانئك هو الأبلق، وقول آخر الفيل وما أدرك ما الفيل. إذن الصرفة غير موجودة، لم يصرف الله الهمم، لو صرف الهمم لما قالوا هذه الترهات، أتيح لهم، ولكن لأنه معجز عجز البشر بالرغم من المحاولات أن يفعلوا مثله. إذن الأجناس لدينا كما قلنا أجناس النثر، منها وصايا، حكم، أمثال، ثم أنضجها الخطب التي رأينا القرآن يباهيها. طيب الرسائل، الرسائل نعم موجودة، ولكن أدوات الكتابة عزيزة، ولذلك انتشارها كان محدودا
بالحدود السياسية ومتطلبات الحياة الاقتصادية فقط. ثم بعد ذلك في العصر العباسي كلما تيسرت أدوات الكتابة كلما وجدنا رواجا أكثر في فن الرسائل. وقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بعض الرسائل لدعوة بعض الحكام في الأمم المجاورة للدخول في الإسلام، كرسالته صلى الله عليه وسلم إلى المقوقص عظيم القبط، تلك الرسالة المشهورة التي دعاه فيها إلى الإسلام من محمد رسول الله إلى المقوقص عظيم القبط، السلام على من اتبع الهدى إلى آخر الرسالة. وقد رأينا المقوقص كيف أهدى للمصطفى صلى الله عليه وسلم سيرين وماريا والبغلة وغير ذلك، تقربا للمصطفى صلى الله عليه وسلم وتأميلا بأنه سيدخل في الإسلام أو سيدرس الأمر. إذن الرسائل والكتابات كانت موجودة ولكن حصرت في أغراض مهمة. لما؟ لأنها كانت تكتب على الرقاع والجلود، ألواح الطين والعظام، أدواتها كانت صعبة، لم تكن كالورق اليوم ولم تكن ميسورة كما هو الحال اليوم. ثم حينما ينشئ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديوان الإنشاء الذي ينظم أمور الجند وينظم أمور المسلمين والزكاة وغير ذلك، يحتاج إلى كتاب وتصبح الكتابة أكثر يسرا. ما نصل إلى العصر العباسي حتى تصبح رائجة مألوفة، الأمر الذي سيشجع على نشأة لون من ألوان النثر وهو فن الخطابة، فن المقامة آسف. والمقامات هي فن نثري يبنى على الكدية، الغاية منه الموعظة أحيانا والترفيه. أن يحدثنا الراوي بحكاية مختلقة، حكاية كالقصص الفني الذي ينبع من الخيال، تكون الغاية منها أحيانا استعراض مقدرة لغوية، مباهاة، كدية، الكدية الاستجداء، لأنه في نهاية الحكاية يحصل مالا. سنتوقف معها فيما بعد، هذا جنس من أجناس النثر. ثم نتدرج فتنشأ الطباعة، الأمر الذي سينتج الصحافة فتولد المقالة، والمقالة تتنوع بعد ذلك بأغراضها علمية، في الطب، في الهندسة، في كل فروع المعرفة، أدبية أيضا في كل ألوان الأدب. وتنشأ بعد ذلك فنون أخرى بحكم الترجمة والاطلاع على الغرب، أو بحكم إحياء القديم، أو من الخطين معا، وهي فن القصة الذي نرى أنه امتداد أحيانا لحديث عيسى بن هشام الذي هو امتداد لفن المقامات، أو متأثر بالغرب كما جاء في رواية أو قصة زينب لهيكل. والقصة بأنواعها طبعا، قصة القصيرة جدا أنيكدوت، أو القصيرة الشورت ستوري، أو القصة ستوري، لأن كلمة قصة هنا اسم جنس تحته أنواع، أو رواية نوفل، أو سلسلة روايات نوفلت. وهذا أيضا من الفنون النثرية التي نشأت في العصر الحديث. هذا عن النص الأدبي أو النتاج الأدبي. هذا النتاج الأدبي هو ميدان عمل الناقد. أين يعمل الناقد؟ مع النص الأدبي. أين موقع الناقد؟ قلنا في منتصف الطريق بين النص والتاريخ، وقلنا إنه أكسيد التفاعل، هو المساعد على التلقي لمتلقي هذا الإبداع. هذا هو دور الناقد فقط، هنا كأنه خلف
المبدع أحيانا، وأحيانا يكون أمام القافلة الإبداعية يوجه، كما رأينا مثلا ابن قتيبة حين يقول: وليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن نهج الأقدمين. هنا كأنه يحدد الطريق، يحدد الطريق للمبدع التي يسير عليها. أحيانا يتأخر الناقد خلف القافلة ليقيل عثرة الشعراء، يصوب الأخطاء التي يقعون فيها. إذن مكان الناقد متحرك في داخل العملية الإبداعية، أما المؤرخ فمنزلته متأخرة، لأنه هو الذي يكتب للأجيال اللاحقة ما يصطلح عليه المتلقون والنقاد أنه أدب رفيع أو أدب يستحق أن يحفظ للنشء القادم. فالمؤرخ إن لم يكن هنالك ناقد يبين منزلة الأدب ليس له دور. الآن سننتقل إلى كلمات نقد. انتهينا من كلمة أدب وما تفرع تحتها من أجناس نثرية أو شعرية. الآن لنرى مفهوم هذه الكلمة. هل استخدمت كلمة نقد في القديم؟ نعم، أيضا قبل الإسلام عرف العرب كلمة نقد، وقد استخدموها أحيانا بمعان قريبة من المعنى الذي نقصده اليوم. ما هو المعنى الذي نقصده اليوم؟ ما هو النقد اليوم؟ النقد هو التمييز بين النصوص الأدبية الجيدة والرديئة، هو فن تمييز جيد النصوص من رديئة. هذا تعريف بسيط جدا الحقيقة. سنرى بعد أن نعرف كلمة نقد التعريف الذي نرتضيه. أول ما يصادفنا من مفهوم كلمة نقد كلمة تمييز الجيد من الرديء، حيث يقول الفرزدق. الفرزدق شاعر إسلامي يصف بغلته بقوله: تنفي يداها الحصى في كل هاجرة. البغلة وهي تعدو في الهاجرة، أي وقت تعامد الشمس مع الأرض، وقت الظهر. يريد أن يبين جودة هذه الدابة وبقدرتها. تنفي الحصى، تسير على تربة حصوية، السير فيها صعب. حينما تعدو كثيرا نرى الحصى خلف الدابة كأنها تقذفه خلف وهي تعدو. تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدنانير، تنقاد السياريف. تنقاد من مشتقات كلمة نقد. نفي الدنانير، الصراف حينما يلامس الدينار يميز الجيد من الرديء، فكأنه ينفي الرديء عن الجيد وهو يتفحصه. البغلة وهي تعدو كأنها تفعل هذا الفعل وهي تلقي خلف الحصى. إذن هنا استخدم الشاعر الكلمة قريبة من الاستخدام الذي سنراه فيما بعد بمعنى فن تمييز الأساليب. المعنى الثاني نقد الدراهم، أي بمعنى الإعطاء والأخذ. أي نقدت فلان الدرهم، أعطيته إياه، فانتقده أخذه، الإعطاء والأخذ. ودائما المعطي نظر إلى ما يعطي، والآخذ يتفحص المأخوذ، مش هيك؟
ثم هنالك حديث لأبي ذر يقول فيه أنه كان في سفر فقرب أصحابه السفرة طعام ودعوه إليها فقال إني صائم، فلما فرغوا جعل ينقد شيئا من طعامهم، ينقد أي ينتقي ويأخذ. إذن هنالك فن الانتقاء، والانتقاء يبنى على التمييز، مش هيك؟ انتقي ما أريد، أبحث عن الجيد وأخذه. لدينا نقد الرجل الشيء أي نظر إليه، ونقده فانتقده أي تبين ملامحه، ونحن نستخدمها حتى يومنا هذا من القدم إلى اليوم، نقول رقد الرجل المرأة أي اختسل نظر إليها بغية التعرف على ملامحها، شيك؟ نقولها في أيامنا الحاضرة، ذهب فلان ينقد العروس، أي يتبين صفات الجودة وصفات الرداء. أحيانا نرسل مرأة تنقد، يرسل أخته فتعود له فاحصة، جميلة، نعم شعرها جميل، وجهها أبيض ولكنها قصيرة، هي وضعت صفات الحسن وصفات القبح وأيهما يرجح؟ هذا من النقد، تمييز الجيد من الرديء. إذن بعض الدلالات نراها قريبة من الأمر الذي نفعله مع النصوص الأدبية. أيضا أقول ناقد فلان فلان الأمر أي ناقشه فيه، والمناقشة أيضا هنا تعني التمييز، فحص الشيء، النظر فيه، ثم إبداع الرأي فيه، وهذا ما يقوم به الناقد الأدبي. هنالك معنى آخر حينما نقول نقد العصفور الحبة فانتقدها، أي أوجد فيها عيبا، نقرها بمنقاره فأوجد فيها عيبا. البعض أيضا في أيامنا هذه يظن أن النقد بحث عن العيوب، لأنها هنا بمعنى العيب والانتقاص من الشيء. نعم قد تلتقي مع بعض ما تشتمل عليه الكلمة في الاستخدام الاصطلاحي، ولكن ليست هي كل دلالات كلمة نقد. نعم نبحث عن العيوب، ولكن ليس بهدف الوقوف عند هذه العيوب وتضخيمها، بل بهدف لفت النظر إليها لإصلاحها، أو لكي لا يقع فيها اللاحق بعد ذلك، لا يقع في مثلها. إذن لو عدنا لكلمة نقد، من كل الدلالات التي سبقت سنلاحظ أن كلمة نقد اشتملت على جوانب لو جمعناها مع بعضها البعض، أول مراحل نقد النص الأدبي نراها في فهم النص وتبيان ملامحه، تقرأين النص مرة واثنتان، تشرحين النص، هذه أول خطوات النقد الأدبي، وقد رأينا اختلاس النظر فيها تعرف على ملامح الشيء. ثم بعد ذلك أميز جيد الأساليب الأدبية عن رديئها، وأنبه على الرديء وطرق إصلاحه. هل استخدم العرب كلمة نقد بالمعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده؟ استخدموها ولكن في عصور متأخرة قليلا، يعني يمكن أول من استخدمها كما وصل إلينا هو البحتري حينما
تعرض لثعلب. يسأل عن ثعلب، ثعلب صاحب كتاب قواعد الشعر، ناقد، وسنقف معه في رحلتنا هذا الفصل. يسأل عنه فيقول: ما رأيت أبا عباسكم هذا ناقدا للشعر ولا مميزا لجيده من رديئه. إذن هنا استخدم الكلمة بمعناها الصحيح. بعد ثعلب سنجد من الشعراء من يقول: قلت لمن قال لي عرضت على الأخفش ما قلته فما حمده. عرض شعره الأخفش من اللغويين المعروفين، والشاعر لا يرتضي قول الأخفش، يقول ما حمده، أي ما استجاد هذا الشعر. لذلك يقول له: فصرت بالشعر، قصرت بالشعر حين تعرضه على العين العمي إذا انتقده. قصرت بالشعر إذا عرضته على العين التي لا تبصر، عين العمي، إذا انتقده. كلمة انتقد هنا نظر فيه بغي التمييز جيده من رديئه. ثم بعد ذلك سنراها تدرج على الألسنة، ونجد من يؤلف كتابا يسميه نقد الشعر. من هو؟ قدامة ابن جعفر في القرنين الثالث والرابع الهجريين. ثم بعد ذلك سنجد ابن رشيق القيرواني يصنع كتابا يسميه العمدة في صناعة الشعر ونقده. هنا أصبح المصطلح دارجا على الألسنة. انتقلنا من كلمة نقد أدبي لنحدد معنى المساق، وما زلنا في هذا السياق. دفعنا لتحديد كلمة أدب، ثم الآن انتهينا من كلمة نقد. وتاريخه، والمقصود به منذ النشأة حتى نصل إلى ما قبل العصر الحديث، لأن العصر الحديث سيتكفل به مساق آخر، النقد الأدبي الحديث. هذا اسمه النقد الأدبي القديم. البيئة الزمنية سنراها منذ عصر ما قبل الإسلام حتى آخر المصنفات النقدية في العصرين المملوكي والعثماني. نتدرج مع النقد الأدبي كشذرات، ملاحظات بسيطة، حتى أصبح علما تؤلف فيه الكتب، وسنرى هذه الكتب. طبعا الوقت فيه متسع، وسأحاول أن أجعل النقد كمذكرة صغيرة جدا مطوية في عقل كل طالب منكن. الأمر ميسور جدا، والمادة واضحة المعالم إن شاء الله. الأهداف من دراسة هذا المساق أهداف جمة، أولها نرد على أصحاب الدعاء توارثه الدارسون دون أن يمعنوا النظر فيه، أن النقد الأدبي العربي عالى على النقد اليوناني. مقولة أطلقها عميد الأدب العربي ورددها الدارسون بعده كمسلمة. الأمر الذي سيجهدنا قليلا لكي لا نضحض هذه المقولة إلا بعلم ومعرفة، سنذهب لدراسة النقد الأدبي اليوناني ونراه، حتى إذا ما عدنا للنقد الأدبي عند العرب نتبين هل النقد العربي نشأ متطورا عن النقد اليوناني أم هنالك انفصال في النشأتين.
نشأته نشأة عربية محضة، وقد تتكون من أجزاء بسيطة من المقاييس، ثم بعد ذلك تشتمل على المقاييس الكلية لكل لون أدبي. الغاية أيضا من دراسة هذا المساق هي تسليح الطالب بمعرفة واسعة عن النقاد العرب ومصنفاتهم، بداية من كتاب فحولة الشعراء لأبي جواد الأصمعي، ثم كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام، ثم كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة، ثم قواعد الشعر لثعلب، ثم كتاب نقد الشعر لقدامة، حتى نصل إلى اكتمال النظرية النقدية عند العرب. والذي يدرس هذه المصنفات حتما سيتسلح بالمقاييس النقدية التي اشتملت عليها هذه المصنفات، وبالتالي كأني بالطالب يصبح مسلحا بأدوات ومؤهلات إن التقت مع موهبة أو استعداد يصبح قادرا على النظر في النصوص الأدبية ونقدها. إذن المساق هو مساق تأسيس، هو الذي يعد سيد العلوم الأدبية، يعين الطالب على تذوق النص الأدبي، يسلحه بأدوات هذا الذوق، يسلحه بأدوات الحكم على النصوص الأدبية، يطلعه على القضايا الأدبية الهامة كقضية الانتحال مثلا، أو قضية السرقات الأدبية، أو قضية الطبع والصنعة، إلى غيرها من القضايا التي تردد، سيصبح مختصا فاهما لهذه القضايا. أهداف جمة نتوخاها من درس هذا المساق وفهمه. لذلك رأيت أن أوزع لكن المساق على أسابيع، وأحدد مصادر ومراجع لمن سيستزيد، وكلكن ستبحثن عن المزيد، لأن خطتي في التعامل مع المساقات هي توزيع الجهد بين الطالب والأستاذ. لا أريد أن يبقى الطالب متلقيا لا يشارك في صنع المعلومة. الجامعة من أهم مهامها أن تعطي مع مفاتيح المعرفة ولا تجعل الطالب متلقيا. هذه المحاضرة الأولى فقط أسمح فيها بالتلقي، لأنني أحدد فيها معالم البداية، أما بعد ذلك فبداية كل محاضرة ربع ساعة على الأقل ستكون لمشاركات الطالبات، تحضرنا، والمشاركة عليها قسم من الدرجات، أي الامتحان النصفي سيكون من 20 درجة، ثم 10 درجات للمشاركة، وعشرة أخرى لواجب بيتي ككتابة تقرير عن موضوع من الموضوعات التي ندرسها في ثنايا الفصل. هذه هي الدرجات الفصلية، وبالتالي دائما في البداية سأجد مجموعة مستعدة للوقوف مكاني وتقول لنا ما فهمت مما حضرت. كيف تحضر؟ على ضوء الخطة التي ستكون بين أيدينا، والذي يحضر يكتشف مواطن الصعوبة عليه فيوجهنا إليها، وإن كنت أظن أنني لن أترك أمرا إلا وقد بينته، ولكن مع ذلك حينما تحضرين وتأتين إلى هنا سيسهل عليك بعد ذلك فهم موضوع المحاضرة. النقاش مشروع، المشاركة مشروعة. طبعا المرجع الرئيس هو كتابنا النقد الأدبي عند العرب. مراجع إضافية، لدينا مجموعة طيبة من هذه المراجع ستكون بين أيديكن،
هذه الورقة تأخذها طالبة وتصورها وتوزعها، فيها توزيع المفردات التي سنهتم بدرسها في هذا الفصل إن شاء الله. اليوم المحاضرة خفيفة صغيرة لأنها للتعريف على المادة واسم المادة ومرجع المادة وطريقة تدريس المادة. هل تحقق لكنا هذا الأمر؟ تحقق؟ هل هنالك أي استفسار؟ أزعم أن الأمر قد يحتاج إلى مراجعة في اللقاء القادم بعد أن تقرأنا. إن كنت قد قلت شيئا ولم تتدبريه يمكنك السؤال عنه، ولكن في أول اللقاء. بارك الله فيكن وأراكن يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.